الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. حذرت محافظة صلاح الدين من اندثار محاصيل الحمضيات بسبب الإهمال الحكومي ونزوح المزارعين والاستيراد العشوائي. وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة كريم الدليمي أن إنتاج الحمضيات وبساتينها انخفض بنسبة تتراوح ما بين 70-80% في صلاح الدين بسبب العمليات العسكرية والهجرة ونزوح المزارعين وهلاك بساتينهم التي جرف أغلبها، مضيفا أن بساتين الحمضيات المتبقية لا تتجاوز نسبتها ما بين 10-20% موزعة في مناطق الضلوعية ويثرب والمعتصم. في هذه الأثناء ارتفعت أسعار الذهب المحلية والأجنبية في السوق العراقية ليوم الخميس، وأوضحت مصادر صحفية أن أسعار الذهب في أسواق الجملة في شارع النهر في بغداد سجلت سعر بيع بلغ 370 ألف دينار للمثقال الواحد من عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي، فيما بلغ سعر الشراء 366 ألف دينار. وأشارت المصادر كذلك إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً عند 340 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 336 ألف دينار. هذا وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار من جديد اليوم الخميس في البورصة الرئيسة في بغداد ومحافظة شمالي العراق. وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد 147,700 دينار لكل 100 دولار أمريكي، فيما شهدت الأسعار في شمال العراق ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 147,900 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 147,700 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أظهرت إدارة الجمارك الصينية أن العراق تراجع مرتبتين، محتلاً المرتبة الخامسة من بين الدول المصدرة للنفط إلى الصين خلال شهر تشرين الثاني الماضي. وقالت الإدارة إن إجمالي واردات الصين من النفط الخام لشهر تشرين الثاني انخفض بنسبة 7.3%، أي بما يعادل 24,424,000 برميل شهرياً، وبمتوسط 814,000 برميل يوميا، مسجلا انخفاضا بنسبة 25.3% عن شهر تشرين الأول الماضي. وصلت الليرة التركية صعودها بشكل مزدهر وزادت 3% لتضاف إلى مكاسب كبيرة سجلتها هذا الأسبوع. وسجلت الليرة 11.7 مقابل الدولار مرتفعة عن مستوى الإغلاق الأربعاء عند 12.5 لتستقر بعد تقلبات قياسية هذا الأسبوع. وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم الاثنين، قبل أن تغير مسارها للارتفاع من جديد بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان خطة إنقاذ تتمثل بتوفير الحكومة والبنك المركزي ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي. هذا وبينما بدأت تلوح في الأفق موجات تفشي جديدة للوباء بسبب متحور أوميكرون، عاد الاقتصاد العالمي إجمالاً إلى المستوى الذي كان عليه قبل أن يضرب الفيروس أول مرة في آذار 2020. وقال خبراء الاقتصاد إن وضع الاقتصاد العالمي أفضل بقليل بالنسبة لأكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين، بينما أظهرت مؤشرات دول أوروبا مجتمعة أقل بقليل من مستوى شباط 2020، حيث من المرجح أن تبقى ألمانيا دون هذا المستوى حتى الربع الأول من العام المقبل، وأن تفشل كل من إيطاليا وإسبانيا في بلوغه. ويضيف الخبراء أن المملكة المتحدة بلغت مستوى جيد، ولا سيما ما وصل إليه قطاع الخدمات نهاية أيلول الماضي. إلى اللقاء.